نغني على أوتار جمال المدينة ونتأرجح بين قضاياها متشبثين بعراقة أهلها وأصالتهم. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: غياب القضاء يضاعف معاناة المواطنين في مدينة عدن. عدن مثالا للتعايش والكنائس شاهد عيان. والفلكلور الشعبي فن تراثي في عدن. كما عودناكم مشاهدينا في أولى فقرات برنامجنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة في جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. زار وفد طبي تركي برئاسة وكيل وزارة الصحة التركية مدينة عدن لبحث تحسين وتطوير القطاع الصحي في المدينة. وأبدى الوفد التركي استعداد بلاده لتقديم العديد من الخدمات والمعدات الطبية اللازمة لمركز الأورام السرطانية وإعادة بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة من جديد، بالإضافة إلى إنشاء وتزويد المستشفى بأربعين سرير وغرفتين للعمليات الجراحية وغرفة للأشعة وأخرى لمخازن الأدوية وستة أسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى تقديم 10 سيارات إسعاف لمكتب الصحة عدن. تسلم صندوق النظافة في مدينة عدن 4 شاحنات كبيرة دعما من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقال القائمون على صندوق النظافة إن هذه الشاحنات ستحل جزءاً كبيراً من المشكلات التي تواجه عمل الصندوق في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في عدن. كرم في مدينة عدن الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات وصعوبة النطق، وخلال حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار لا إعاقة مع الإرادة شدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بمثل هذه الشرائح المجتمعية ومحاولة إدماجها في المجتمع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها. اختتمت في مدينة عدن المسابقة الثقافية العلمية المنهجية للعام الدراسي الجاري، وهدفت المسابقة وعلى مدى أيام إلى اكتشاف المواهب الطلابية ومساعدتهم على التحصيل المعرفي والثقافي. انطلقت في مدينة عدن البطولة المفتوحة للدراجات الهوائية للناشئين والشباب. البطولة ووفقا للقائمين عليها تهدف إلى إيصال رسالة بأن عدن قد تجاوزت كل الصعوبات والمنعطفات التي كانت تشكل عائقا أمام الجميع جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب على عدن. قد نحتمل في مدينة خارجة من حرب قريبة المدى من انطفاء الكهرباء وضعف في الخدمات والأمن والأمان، ولكن غياب القضاء لهو كارثة من الصعب احتمالها. عام مضى ولا قضاء بعد في عدن، فالسلطة القضائية ما تزال مشلولة في العاصمة المؤقتة التي تسببت الحرب الأخيرة فيها بتدمير 3 مبان قضائية ونهبت مبان أخرى، إضافة إلى اغتيال عدد من القضاة وخطف آخرين قبل وبعد الفترة التي أعقبت عملية تحرير المدينة. عدن التي عرفت أول محكمة استئناف يمتد تاريخها في العمق البعيد تحديداً في العام 1964، هي اليوم بلا محاكم ولا نيابات ولا أثر فيها لهيبة القانون. قضايا الناس توقفت ومشاكل يعني تعلقت، بعض المساجين عندهم يعني ما تفعلوش قضاياهم، يسقوني بعضهم يعني بدون قضايا بدون شيء. في 15 من شهر مارس من العام 2015 غادر القضاة مكاتبهم وأغلقت معها أبواب المحاكم نتيجة الحرب، لكن الأخير انتهت وبقيت أبواب القضاء موصدة وتعطلت بغيابه مصالح الكثير من المدنيين. أغلاق المحاكم أدت لي مصاعب ومشاكل كبيرة جدا. أول أنه ما كان يعني ما كانش القانون يطبق بالشكل الأساسي، وفي ناس كثير تضررت ببعض المشاكل وبعض العدائيات، وما كانش كل واحد ياخذ الإجراء الصحيح ضده.
الفراغ الذي تركه تعطل القضاء ألجأ الكثير من المواطنين لقرع أبواب بديلة بحثا عن حلول قد يجدونها فيما يعرف بالعرف القبلي، ومن المتخاصمين من رأى في استخدام القوة والنفوذ الوسيلة الوحيدة على طريقة أخذ كل فرد لحقه بطريقته. أما ما هو أبعد من ذلك أن تطرح القضايا العالقة على طاولات جماعات لا صلة لها بالقضاء تمارس سلطتها الضبطية الخارجة عن القانون. بعد الحرب يعني أصبحت يعني على اسم جماعات وهي الآمرة في بعض المناطق، لكن الحمد لله الآن تم القضاء على عدد كبير من هؤلاء. الأحكام اللي صدروها كانت بناء على العرف على المتعارف عليه في المجتمع، اجتهادات شخصية، ما فيش أي يعني نص قانون دستور قضاء يمكن يستندوا له. هذا يسبب مشكلة بعكس ما كان هو حل بالنسبة لنا في الفراغ اللي حاصل معنا في الوقت الراهن. أحوال شخصية ومدنية وتجارية وجنائية منظورة أمام القضاء منذ سنوات سبقت إغلاق المحاكم والنيابات أبوابها، وأخرى متعلقة بقضايا الزواج والطلاق والتوكيل وأحكام الميراث لم يجد أصحاب الحقوق والمصالح تلك من ينصفهم أو من يتولى الدفاع عنه. هناك قضايا معلقة كثيرة جدا، المواطنين عانوا من مشاكل كثيرة جدا، أنتم تعلمون بالبسط على الأراضي، بالاعتداءات الشخصية على بعض الأشخاص، هذه كانت بحاجة إلى قضاء ولكن كان القضاء غائبا. ذات المعضلة تواجه القضاة أنفسهم، فهم اليوم يطالبون بحماية مقراتهم وتوفير أمن خاص بهم، ودون وجود الأمن وتثبيت أركانه لا يمكن الحديث عن القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى. ما يتكلموا عنه لا اليوم، فهم لا يستطيعوا أن يعملوا حاجة، سيخرج قاضي سيقتله هنا وسيخرج نيابة سيقتله هنا. جملة من الأسباب تجعل من عودة الدوائر القضائية من محاكم ونيابات أمرا مستحيلا، لعل أبرزها ما هو مرتبط بإعادة إعمار مقرات المحاكم والنيابات التي تهدمت وأصابتها أضرار بالغة، واعتماد نفقات تشغيل المحاكم المتوقفة. غياب القضاء وتعطيل عمل المحاكم والنيابات يضاعف من معاناة المواطن في عدن، ويجعل من ممتلكات الدولة عرضة للبسط والاعتداء في واقع أقل ما يمكن أن يقال فيه تعسر فرض قانون يحمي البلاد. القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس المحكمة الاستئنافية في محافظة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذي، نحن اليوم أنتم اليوم أصدرتم قرار بفتح العمل والبدء من جديد في المحاكم والنيابات، وربما هذا القرار هو جديد وتنفرد فيه قناة بلقيس من بين القنوات، لو تحدثنا عن خلفيات هذا القرار. طبعا أنتم تعرفوا أنه بعد الحرب يوم 15 مارس 2015 غادرنا مكاتبنا مكرهين نتيجة للحرب الضارة التي مرت بها هذه المحافظة، ومنها وحتى هذه اللحظة لم نستطع الوصول للمحاكم، وأصبحت المحاكم جميعها في محافظة عدن ساحات معارك حقيقية، محاكم تهدمت بالفعل وأجهزت على تجهيزاتها كاملا، وللأسف تم دمار عدد من المحاكم مثل المجمع القضائي في المعلة التي كانت تأوي محكمة الضرائب والمحكمة الإدارية ومحكمة المرور وكذلك محكمة الاستئناف التي دمرت تماما، وأيضا محكمة صيرة والمحكمة التجارية. واليوم وبعد لقاءات متتالية مع الأخ المحافظ اتخذنا قرار بالبدء بالعمل في الجوانب الإدارية وأقلام التوثيق لرفع المعاناة عن المواطنين لما عانوا من خلال الظروف التي مرت في هذه المحافظة، فكثير من استشهدوا في معارك الحرب وأهاليهم يتضرعون إلى الله أولا ثم
نساعدهم في مسألة الحصول على وثائقهم الخاصة. لو تطرقنا الآن إلى يعني مثل ما ذكرتم معاناة الناس، لو تحدثنا عن معاناة الناس في الفترة التي يعني سبقت هذا القرار، وفي الفترة التي كانت المحاكم والنيابات مغلقة فيها، حضرتكم أكيد أنكم قد سمعتم الكثير من الشكاوى والكثير من القضايا الموقفة. لو تسلط لنا الضوء على بعض يعني معاناة الناس التي عانوها نتيجة إغلاق المحاكم والنيابات. الجانب الأمني الذي مرت فيه محافظة عدن بأكملها، والكل يعلم أنه استشهدوا علينا 3 قضاة: القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة رحمه الله، والقاضي عبد القوي المفلحي، وأيضا القاضي آخر هو من محافظة حضرموت وكان يعمل في محافظة حضرموت ولكن أقتل في إطار محافظة عدن، وهو القاضي الحكيمي رحمهم الله جميعا. ومن هنا كانت الأمور الأمنية مغلقة بالنسبة لنا، ومحاكم دون يعني جانب أمني دون استتابة الأمن، فمن الصعب أن نكون حريصين لسطوة القانون وفرض هيبته. إلى جانب هذا أن هناك كثير من معاناة الناس، حقيقة كنا نتألم لهذه المعاناة، منها من كان يريد إثبات حالة انحصار وراثة، منهم من كان يبحث عن أوراق أو وثائق لقضايا الزواج والطلاق، وكذلك أيضا هناك من يريد توثيق أوراق إلى الخارج لقرض التوكيل أو السفر أو غيره. هذه الأمور كلها مجتمعة كانت تؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار لمساعدة الناس في حمل معاناتهم. إن شاء الله وفقكم الله أستاذي. نحن أستاذ الآن نحن تحدثتم أنتم عن الوضع الأمني الصعب الذي كان موجودا نتيجة لذلك أغلقت المحاكم والنيابات. هل ترون الآن أن الوضع الأمني أصبح مستتب وصالح لإعادة العملية، يعني لعودة المحاكم مرة أخرى وعودة النيابات للعمل؟ في واقع الأمر نحن نقول نحن في وضع أفضل مما كنا عليه، ولكن هناك مسألة مهمة لا يدركه الناس. القضاء دائما بمنأى عن هذا كله، يفترض القاضي أن لا يمس. القاضي في العرف اليمني وفي العادة اليمنية أنه هجر، إنسان في مأمن، لا يمس لا يؤذى، من دخل بيته آمن، من مشى في محكمته آمن، القاضي لا يقطع طريقه، لا يقطع خطابه، لا يقطع قراره. فهذه الأمور كلها تناساها البعض من الذين يقومون بهذه الأعمال. على هذا، هل ستوفر لكم الدولة الآن بعد فتح المحاكم والنيابات يعني جهاز أمني بكم؟ هناك كان جهاز أمني مستقل ولكن هو معطل حاليا الآن، هل سيعاد يعني تستخير لكم جهاز أمني لحفظ الأمن؟ كانت هناك كثير من الاعتداءات على القضاة وكثير من الانتهاكات التي كانت تحصل نتيجة لضعف القوة الأمنية الموجودة في المحاكم وحماية القضاة. فكنا نطالب بتكوين الشرطة القضائية، وبالفعل تم تكوين الشرطة القضائية ولكنها غير مدربة وغير مؤهلة. للأسف أن في العالم الشرطة القضائية تعمل على مسألة تثبيت الأمن في القضاء وتنفيذ أحكام القضاء وأيضا تنفيذ قرارات القضاة. هذا الأمر الذي هو غائب لدينا، ومن أهم المشاكل التي عانينا منها هذا الجانب. وفي مرحلة ما بعد الحرب أو مرحلة أثناء الحرب، نحن تقريبا كثير من القضاة تعرضوا لكثير من الانتهاكات، وهذه للأسف هي سبب من أسباب الوضع الذي كان سائدا للجانب الأمني. وللأسف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية دائما ما تنتقص من مهام السلطة القضائية، وهذا ما ألحق بزي مثل ما قلتي بانتقاص لوعي الناس، انتقص من وعي الناس قاضي عادي قاضي، وكأن هذا جهاز من أجهزة الدولة العادية. يعني لماذا لم تكن هناك مساعي حثيثة من قبل يعني الجهات التي يجب أن تكون لها مساعي لفتح مرة أخرى والوضع يدها في أيدي القضاة لفتح المحاكم والنيابات من جديد؟ لا، هو لا أحد يستطيع في ظل الوضع الأمني الذي كان مسيطرا على محافظة عدن. يعني أنتم لاحظتم يوميا اغتيالات، يوميا تفجيرات،
يوميا ضعف أمني، جوانب أمنية، مشاكل أمنية، فهذه لا أحد يستطيع كان أن يتخذ القرار. لكن ولله الحمد الآن، وطالما أن الأمور نقول إنها تحسنت، سيكون الأمر طبيعي لأن نعود وأن نعمل على أشياء مبتدئة في بداية الأمر، كالأمور الإدارية القضائية، كطلبات البسيطة للناس. هناك كثير من المعوقات للبدء بالعمل، أنا لا أنكر الآن، أقول لك هي معروفة، لكن نريدكم أن تتطرقوا لبعض هذه المعوقات ليسمع الجمهور. أولا أنه كل السجناء الذي كانوا في السجن المركزي خرجوا، لم يبقى أحدا في السجن المركزي إلا القلة القليلة التي يعني أرادت أن تبقى، خاصة أصحاب المحكومية التي بلغت محكوميتهم أنها ستنتهي تقريبا. ليس فقط هم، أنتم عارفين أن هناك من أصحاب الجرائم وأصحاب السوابق وأصحاب هؤلاء خرجوا من السجن، فعندما تبدأ بمحاكمتهم وفي ظل هذه الظروف الصعبة كيف يكون الحال؟ فالآن طلبنا مع الأخ المحافظ في لقائنا يتم أولا تفعيل دور السجن المركزي وكذلك نيابة السجن المركزي وتفعيل أمور السجن بصورة أكثر وتوفير الحمايات الأمنية الكافية للسجناء ذاتهم أيضا، لأنهم قد تعرضوا لأكثر من انتهاك. إضافة إلى ذلك أنه حتى لا تكون الناس في قانون الغاب، وضع قانون الغاب، يجب القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، نعم. يفترض أن يتم ضبط هؤلاء الجناة وإعادتهم إلى السجن حتى يتم محاكمتهم محاكمة عادلة، وأن ينصف في الحكم، إن كان بريء نقول بريء، وإن كان مدان يدان. فلهذا أنا أقول حتى لا يكون كلا فارض نفسه على هذا الواقع وكلا يأخذ حقه بقوته، يجب أن تكون الأمور في السياق القانوني الصحيح. إضافة إلى هذا أن هناك معوقات أخرى كانت حقيقة، أنتم تعرفوا أنه نفقات تشغيل المحاكم توقفت من مارس 2015، من أبريل عفوا 2015، وهذا ما تعاني منه أغلب القطاعات للأسف في عدن، وللأسف أنه نحن لم نستطيع أن نباشر هذا العمل، واليوم طرحنا هذا على الأخ المحافظ لأن علينا التزامات كهرباء، مياه، اتصالات، إرساليات، بريد، أيضا ارتباطنا بالمحكمة العليا بصنعاء، وكذلك وجود الآن خلافات داخل السلطة القضائية، وأنا لم أحبذ أن يكون هذا للأسف، وأتألم اليوم ما يجري لهذه السلطة، ولكن فرض علينا. خلافات مثل هذا يعني هي كثيرة حقيقة، وما كنت أتمنى أن يحدث مثل هذا، تشكيل مجلس قضاء على زق القضاء في مسائل سياسية، وكنت أتمنى أن يكون القضاء بمنع عن هذا، استقل تماما، لكن الذي حصل أن القضاء زق بهذه المشاكل، والآن معنا مجلسين قضاء، مجلس قضاء للشرعية الذي كان موجودا قبل، ومجلس آخر اليوم صدر من الانقلابيين في صنعاء، وهذا الأمر ما كان يتطلب أن يكون موجود، وكنت أتمنى أن يتعقل الجميع وأن يبعدوا القضاء عن هذا هذه المعمعة السياسية، ولأن القضاء سلطة محايدة، سلطة الجميع يجب أن يحترم كان، ولهذا وقعنا في يعني أوقعوا أنفسهم من سلكوا هذا المسلك في فخ، فأصبحت السلطة القضائية أيضا تنجر، ولو أن كثير من القضاة ينؤوا بأنفسهم عن هذا. والآن بعد أن فتحت المحاكم والنيابات سوف تستمر هذه السياسة التي أنتم الآن تتحدثون عنها، والخلافات هذه هل ستضر عملية إعادة بدء العمل من جديد؟ طبعا هي حقيقة ستضر كثيرا السلطة القضائية، لأن هناك من يصدر قرارات، من يعين، من يوقف، من يعمل، وهذا الأمر ما كنا بحاجة إليه حقيقة، وكذلك أن هناك من يفتعل أشياء كثيرة لا نريدها أن تكون في السلطة القضائية حقيقة، وأتمنى أن يعني الجميع أن يجعلوا من السلطة القضائية هذه حامية حمى الوطن، لأن غدا الكل سيمتثل أمامها، وأتمنى أن يكون الجميع بعيد عن هذا.
المحكمة تستصدر قرارات وأحكام، تنفيذ هذه القرارات والأحكام، ما هي المضامين أن هذه القرارات ستنفذ في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة وعدم وجود سلطة تنفيذية حقيقية تنفذ الأوامر والأحكام؟ حقيقة تطرحتي سؤال مهم، وهذا ما كنا نعانيه في اليمن. وفي واقع الأمر أن السلطة القضائية معاناتها كبيرة في هذا الجانب، لأن القاضي هو من يصدر الحكم، والقاضي هو من يأمر بتنفيذ الحكم، ولكنه لا يلجأ إلى القوة من أجل التنفيذ، وإنما هذا أنيط على الجهات المسؤولة في الدولة، والذي هي أجهزة الأمن، أجهزة الشرطة، أجهزة الجيش، ويحق للقاضي أن يستعين أثناء تنفيذه، ولكن لا تنفذ كثير من الجهات نتيجة للتدخلات الحاصلة في شأن القضاء. ولما نحن نقول أنه لابد أن تكون هناك شرطة قضائية متخصصة، عندما تكون لديك شرطة قضائية مستقلة تستطيع أن تأمر وأن توجه وأن تنفذ وأن تعمل بأمر قضائي يساعد الجميع على توفير الحمايات الكاملة وأيضا لتفعيل تنفيذ أحكام وقرارات القضاء. القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس المحكمة الاستئنافية في محافظة عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، أشكرك جزيل الشكر وأدامكم الله لهذا الوطن وأعانكم على مهام أداء مهامكم وأعمالكم بإذن الله. أشكركم جزيل الشكر وأشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم القادمة إن شاء الله، وأن نلتقي في مرات أخرى. للعدل ميزان وهو القضاء، وغيابه يعني أن تعم الفوضى ويسود الظلم، وبالقضاء وحده تتحقق مفاهيم العدل والخير والحق، ولا مفر من القضاء إلا إليه. عدن مدينة السلام، مدينة التعايش، وما وجود الكنائس فيها إلا دليل على أن مدينة عدن تتقبل كل الأجناس والأديان، لتعلن للعالم بأن مدينة عدن للجميع. أقل ما قيل عنها أنها أذابت الفوارق وأزالت الطبقات وتمازجت الأجناس في حواريها الضيقة. هي عدن كما يشهد لها تاريخ كنائسها في دلالة واضحة على قدم التعايش والمحبة والسلام. تعتبر مدينة عدن أيقونة سلام منذ مئات السنين، وفقط في عدن بإمكانك أن تشاهد الكنيسة مقابل المسجد ومقابل المعبد، وفي بعض الأيام يلتقي أهل عدن الخارجين من الكنيسة واللي خارجين من المسجد واللي خارجين من المعبد، كل واحد يسلم على الثاني. طبعا هي مثال للتعايش السلمي والتعايش الآمن لجميع الأديان والطوائف والأجناس. للمار من هنا أن يتساءل كيف لمدينة صغيرة أن تجمع متناقضات الحياة على أراضيها؟ يأتيك الجواب حاضرا منقوشا، تارة على صخور معابد الهندوس فيها، وتارة أخرى على أبواب حسينياتها وجوامعها وكنائسها. جنباً إلى جنب كنيسة ومسجد في مدينة من ضمن مدن قليلة على مستوى العالم عرفت التعايش الإنساني بين كل الكيانات الإنسانية وثقافة القبول بالآخر، وساد التسامح الديني بين مواطنيها.
كانوا يعدون المسيح يعني طقوسهم في معابد هذا حقتهم يعني بأمان، والمسلم يعني في مسجده يدي بأمان، يعني متعايشين الناس، كل واحد في عمله يعني مستقيم، ما يحيل لا شمال ولا يمين ضد حد ولا ضد كنيسة ولا ضد مسجد، سواء من العرب إنهم مثلا يعتدوا على أي كنيسة ولا يحرقوا ولا يذيع ما فيش، ولا من الأجانب يعني أن يعتدوا على مساجدنا كمسلمين يعني بأي أذى يعني للمصلين أو للمساجدنا. عدن بصراحة أمن للجميع، يعني كل واحد يعني مستأمن فيه، وكل واحد في مجال عمله، والنظام ماشي يعني سيف، ما كان شيء يعني انحراف شمال أو يمين أو مبالغة أو ميامل، كل واحد يعني على عمله مستقيم. والكنائس هي كنيسة ماري جاريسون، اللي هي كنيسة القديسة ماريا اللي تحولت إلى مقر للمجلس التشريعي. استمرت سلطات الاستعمار البريطاني بإنشاء الكنائس في البريقة وفي صلاح الدين، وكنيسة في حافون وتحولت إلى معهد الفنون الجميلة. منذ 150 سنة بنيت هذه الكنائس في العاصمة عدن، ولم تتبدل ألوانها ولا صلبانها. 22 كنيسة بناها المسيحيون في القرنين التاسع وكذا 20 إبان الاحتلال الإنجليزي. من صلاح الدين غرب عدن إلى المعلى والتواهي وكريتا، كنائس كاثوليكية وبروستانتية شيدت خلال الاستعمار البريطاني وظلت شاهداً على التسامح الديني والامتداد الحضاري والثقافي. بدأت السلطات أو سلطات الاستعمار البريطاني باستخدام رعاياها من مستعمراتها في الهند وفي شرق أفريقيا، وحتى العملة المتداولة في عدن كانت الشلن الأفريقي. فكان معظم هؤلاء الذين استخدمتهم السلطات البريطانية من ديانات مختلفة غير المسلمين. هنا بدأت الحاجة لإنشاء كنائس ومعابد لرعاياها الذين وظفتهم هنا في البنوك وفي المدارس. طبعا المدارس حتى كانت حكر على أبناء الجاليات الوافدة، يعني الرعاية فقط وليس للأهل المدينة. صراعات وغزوات وانقلابات تتابعت على عدن وقلبت أحوالها، إلا أنها نأت بنسيجها المجتمعي بعيدا عن التفتيت، وما بقاء الكنائس فيها إلا تجربة فريدة تظهر فن التعايش وقبول الآخر بمختلف الأعراق والأجناس. ظلت هذه الكنائس قائمة إلى يومنا هذا، ولكن للأسف أقولها، كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في اليمن سواء كان يعني السابقة أو اللاحقة لم تولي أي اهتمام لمعالم عدن بشكل عام، ليس الكنائس أو المعابد أو حتى الصهاريج، قلعة صيرة، المنارة، ما فيش أي اهتمام من قبل الحكومات للأسف. مؤخراً هناك من حاول القضاء على تاريخ التعايش في عدن وتشويه وجهها الحضاري
إلا أن تلك المحاولات التي بذلت السطو على هذه الكنائس وإحراقها ما كانت لتمحي آثارها، فتمثال المسيح الواقف هنا على حافة السقف مادا ذراعيه في الهواء، كأنما يرتل آيات المحبة والسلام لمدينة منحت تصاوير أمه العذراء الطمأنينة والسكون. زي ما تعرفوا تعرضت كنيسة البادري سان جوزيف اللي اسمها إلى عملية إحراق، ونفس الشيء برضو كنيسة حافون تعرضت لهجوم إرهابية وتفجير. أوجدنا فريق للدفاع عن هذه المعالم، إحنا ما إيش بيدنا حاجة، ما عندناش أي إمكانيات، لكننا نوقف دائما نقيم وقفات احتجاجية. بنفس الوقت نحن ما نقدرش نعمل حاجة طالما أن الجهات المعنية والحكومة بنفسها يعني ما تولي شيء اهتمام ولا أي ولا أبسط قدر من الاهتمام. الكنائس ومعابد الفرس واليهود والهندوس إلى جانب مساجد المسلمين له أبلغ وصف للتسامح الديني والعرقي السائد في عدن على مر الأزمان. كم جميل تقبل الآخر مهما كان عرقه أو دينه، وهذا ما يمثل المقياس الحقيقي لحضارة وثقافة الشعوب، ومدينة عدن لطالما كانت خير مثال على التعايش والسلام. الكثير منا يحب الرقص حتى وإن لم يتقنه، أما هم فأتقنوه وأحبوه وجعلوا منه هواية دفعتهم إلى تكوين فرقة الراقصة تحت اسم فرقة سماء عدن. لنتابع. نبقى مع فرقة سماء عدن. بين الهواية والمهارة تقدم فرقة سماء عدن فناً قائماً بذاته كفرقة رقص شعبية تحافظ على موروثها لتستبقيه رمزاً للثقافة. نحن كشباب يعني نحب في إرسام بالحافة، يعني نحب نروح نفرق. أنا كنت ما أعرف أي شيء، كنا نروح نفرق على العيال السودة، حبة دخلنا معهم تعلمنا قليل. نحن هواية والله، يعني لدرجة ان احنا نخرج احيانا ببلاش، يعني حبينا كهواية، يعني حبيناها وسوينا اول حفل الكلية 17 الجامعي، وحبينا وفكرة هذه لغاية شفنا انه في حاجة يعني حلوة. والله الرقص هواية. صراحة هواية، وثاني حاجة اللي خلانا مستمرين هكذا أكثر لأنه زي ما أنت عارفة البعض مننا في المنصورة والبعض في عدن كريتر والبعض ده نشوفه أنه وسيلة للتجمع، تجمع تسلي أكثر. رقصات فنية هي فلكلورات شعبية تتناغم مع إيقاعات الطبول وعزف آلات الموسيقى لتصبح علامات حية على محترفيها. يحضر الفن فيها بكل ألوانه ليجسد الإبداع أو يستلهمه. من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن بدأت انطلاقة الأصدقاء بمزيج جمع الشغف والموهبة، فكان العام 2014 هو المسرح الأول لتأسيس فرقة رقص شعبية لم ينحصر فنها على خشبته بل تعداها إلى المحيط الاجتماعي. فرقة سماء عدن تأسست من كلية العلوم الإدارية نفسها،
وكنا نحن طلبة أصدقاء مشتركين مع بعض، يعني نروح شروحات، نخرج عرسان، بيننا البين يعني مش ملزمين. فالكلية توقعت لنا عن إنه شيء تعمل أسبوع الطالب الجامعي، أسبوع الطالب الجامعي في يعني نشاطات كثيرة، مثلاً كرة قدم وحاجات كثيرة. فنحن الشباب قررنا نعمل فرقة نضيفها في أسبوع الطالب الجامعي. فطرحنا المقترح هذا على الكلية ووافقوا، يعني أبدوا معنا في الموضوع وساهموا نحن في حاجات كثيرة. فمنا بدأت الفرقة أول حفلة لي في 2014 شهر 2. فمشينا حفلة التخرج تبرعت للسرطان، وخرجنا مرة في 2014 تبع مؤتمر حوار، مشينا على كذا يعني على ذا المسار. بالزامل ورقصة الهبيش والشرح والدان الحضرمي، قرر أعضاء الفرقة إحياء الموروث الشعبي ونفخ الروح فيه بمسرحيات فيها رقصات تعيد لذاكرة الزمان عهداً مضى كانت فيه المدينة منفتحة حاضنة. نأخذ عن الزامل والهبيش والشرح الحقي عدني. أكثر حاجة نهاية الرقصة الرقص الحضرمي. نقف دائماً كيف كانت عدن؟ طبعاً عدن معروفة بأننا دائماً منفتحة ومحتضنة لجميع الجناس وجميع الديانات. في مناسبات عديدة شاركت فرقة سما عدن خلال مسيرتها الفنية برقصات شعبية عبر فيها الراقصون عن عواطفهم على أصوات الدان بأسلوب فريد جسد ثقافة شعب لطالما ارتبط فنه بأصالة تراثه وقضايا وطنه. مشاركاتنا كانت أكثرها في حفلة التخرج في مناسبات يعني تخص عدن بالذات، وبعد الحرب شاركنا في ذكرى التحالف في ملعب الحبيشي، وشاركنا آخر حفل كان في فندق كورال في قاعة البتراء في حفل حديث الثورة اسمه برعاية صحيفة الأمناء والأخ سامح قواش. كان هذا آخر حفل يعني عملناه إلى حد الآن. الاعتراضات وحدة الانتقاد مع قلة العائد المالي وغياب الدعم، جميعها تشكل عوائق حقيقية أمام الفرقة التي يكاد يكون لا مستقبل لها على ما يبدو، في ظل تجاهل مكتب الثقافة للفرقة ولأعضائها حتى وهم من ذوي المؤهلات الجامعية. كثير من الشباب كانوا معنا بالفرقة، تزوج يعني مثل صديقي عضو من الفرقة معنا محمد الزيدي، اتزوج خلاص عاد ما يجيش عاد معنا، يعني فترة وتعدي ما فيش أمل لقدام، ما فيش أبدا. كل واحد بعدين بيشق طريقه في مكان، اللي بيتزوج اللي بيسافر، أما إن يعني تطول هذه الشغلة لا ما أعتقدش. أنا عادي ممكن أواصل بهواية الرقص، أما يعني في حاجة يعني تشغلك عن الرقص، يعني مشروع شغل ما يكون اشتغل ما هيش وقت يعني. أنا والله من ناحيتي الأهل موافقين وراضين على الشيء وشجعونه أوكي، وكمان بنفس الوقت يقولوا لي بيجي فترة وخلاص يعني بتقنع من هذه الشغلة، ويعني ولاقي بعض الأهل اعتراضات من أشخاص من الناس يعني ملتزمين رجال دين، نصيحة يعني كنصيحة إنها أبطل أو ذا. خرج ومكنا نتأزم بالناس معنا داعمين، مش معنا أي دعم يوصل لنا، حب نشارك بأن البين عشان حق الحفل هذا نخصصه نشربه حاجة تنفعنا هنا، حق الحفل ده نروح أبو مكان يعني حق البروفات حق ذي الحاجة، نحب نطور الفرقة لدرجة إن نخرج أحيانا ببلاش يعني بحفلات نخرج ببلاش، مش عائد أساسي يعني لنا. لعبت خفة الرقص الشعبي دورا تراثيا في تسجيل كيف كان عليه الأمس، لكن المحزن أكثر أن يأتي يوم لا موروث فيه للأجيال القادمة.
طيب الأوقات يمضي سريعاً ووقتنا معكم لهذه الحلقة قد انتهى. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائماً في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.